السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في درس نواة الكتلة والطاقة. هذا الدرس هذا ماشي مشترك 100% ما بين شعبتين علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. 90% ديال الدرس راه مشترك. كاين واحد الفقرة ديال الانشطة والاندماج النووي خاصة بشعبات العلوم الفيزيائية. إذا الناس ديال علوم الحياة والأرض ما يخدموش التمارين اللي فيهم الانشطار والاندماج النووي، وأنا راه غادي نزيد واحد فيديو اللي فيه الانشطار والاندماج النووي بالنسبة للناس ديال علوم فيزيائية. إذا هذا الفيديو هذا راه مشترك بالنسبة للشعبتين. نبدأ على بركة الله بأول شيء في الدرس اللي هو تكافؤ كتلة طاقة. في هذه الصورة هذه اللي هنايا كتبان لنا واحد العلاقة اللي هي معروفة، هذه العلاقة اللي هي E كتساوي MC كاري اللي كنسميوها علاقة اينشتاين. إذا هي اللي غادي نركزوا عليها في الدرس، هذه هي العلاقة E كتساوي MC كاري. شنو هي هذه العلاقة وشنو كتعني كل حاجة في العلاقة؟ E كنسميوها طاقة الكتلة لواحد الجسم، M هي كتلة الجسم، و C عرفناها سابقا في الموجات اللي هي سرعة الضوء في الفراغ اللي هي 3 × 10⁸. شنو كتقول لي هذه العلاقة هذه؟ يعني اي جسم عنده كتله راه عنده واحد النوع ديال الطاقه كتسمى طاقه الكتله. خصوصا حنا عندنا في الدرس كنتعاملوا مع دقائق، يعني بروتونات ولا نوترونات. يعني جسم مثلا الا خدينا بروتون راه عنده طاقه الكتله ديالو، النوترون راه عنده طاقه الكتله ديالو. يكفي ان نكون عارف ام راه غادي نجبد او، السي راه ثابته. يعني هذه العلاقه هذه الا غير نكون عارف ام نقدر نحسب او. هذا من جهه. من جهة أخرى نشوفوا الوحدات. بالنسبة لـ E، الوحدة ديال E في النظام العالمي لوحدات راه هي الجول. يعني في هذه العلاقة راه هي الجول، ولكن في هذا الدرس هذا كنخدموا بواحد الوحدة كتسمى الوحدة العملية اللي هي ميجا إلكترون فولت. هي اللي كنخدموا بها في الدرس، تقرا بحال هكا ميجا إلكترون فولت، وكنقراو بالمختصر ميف. إذا حنايا هذه وحدة عالمية وهذه الوحدة العملية اللي تنخدموا بها. كيفاش نقدر نمرر من وحدة لأخرى؟ العلاقة كتقول لي ان واحد ميف كتساوي 1.6 × 10⁻³ جول. هذه الا بغيت نمرر من الميف الجول. بالنسبه للكتله شنو هي الوحده العالميه ديالها؟ الوحده العالميه ديالها هي الكيلوغرام، هذه عرفناها. وايضا في الدرس كنخدموا بواحد الوحده عمليه اللي هي كتسمى وحده الكتله الذريه اللي كنرمزوا لها ب U. كيفاش كنمر من وحده لاخرى؟ كنمر بالطريقة التالية، واحد U كتساوي 1.66 × 10⁻²⁷ كيلو جرام. إذا في التمارين كيفاش غادي نتعامل مع هاد العلاقة هادي؟ حنا تنتعاملو في التمارين غالبا تيعطوني الكتلة يعني بـ U، والطاقة خاصني نكون حاسبها، تيطلبو مني نحسبها بالميف. يعني هاد الكيلوغرام والجول نادرا فين كنخدمو بيهم في التمارين. ولكن هذه العلاقه هذه باش نطبقها مباشره ما عمر ما تحطت في الامتحان الوطني، ما ممكن تحط شي نهار في الامتحان الوطني. غير هو واحد المساله، مثلا نعطيكم مثال في الامتحان الوطني، تعطاتك ام ب او يعني بوحده الكتله الذريه. شنو غادي ندير؟ عطاتك مثلا ام كتساوي 20 او، واخا غادي تجي تعوض ام ب 20، ولكن باش غتخرج لك او طلبوا منك باش انك تخرجها بالميف. اذا اول مرحله خصك ديرها هو هاد او، هادي خصك تحولها للكيلوغرام. هو اول حاجه ملي تحولها للكيلوغرام غتحسب، يعني غادي تضرب في هاد السي هادي اللي هي 3 × 10⁸، غتخرج لك او بالجول، وعاد الجول غتحولها للميف. لاحظتوا صعيبه شويه، بحال غادي ندير بزاف ديال التحويلات. داكشي علاش الناس عطاونا واحد العلاقه اللي هي هادي. هاد العلاقه هادي كتحول لك من او للميف مباشره، وهي اللي غادي نخدموا بها في الدرس. يعني الا تعطاتك او ام كتساوي 20 او، يكفي انك ديك 20 تضربها في 931.5 وغتخرج لك او مباشره بالميف. اذا نرد البال، هذه العلاقه هذه كتعطيني من الاو للميف مباشره، وراه مقسومه هنا على واحد السيكاري. يعني الميزه ديال هذه العلاقه هذه ما كتحتاجش انك اصلا تعوض السي، حيت السيكاري مع السيكاري كتختزل. دابا غنشوفوها في التمارين. هذه العلاقه هذه كتسمى الطاقه المكافئه لوحده الكتله الذريه، يعني طاقة اللي كتكافئ واحد كتله ذرية. إذا من بعد ما عرفنا العلاقة اينشتاين غادي نمروا الآن باش نطبقوها في الفقرات الموالية. الفقرة الموالية كتسمى طاقة الربط. فكر الإنسان باش أنه بما أن يعني الذرة والنواة بالخصوص
فيها طاقة، وديك الطاقة اللي قلنا كتسمى طاقة الكتلة، الناتجة عن الكتلة ديالها. فكل إنسان باش أنه يستغل الطاقة هذه ويحرر ديك الطاقة اللي كاينة في النواة، يعني فكر باش أنه يقسم النواة. إذا غادي نهضروا الآن على طاقة ربط بالنسبة لنواة. إذا أشنو هي طاقة ربط بالنسبة لنواة؟ هي الطاقة اللي خصني نعطي لواحد النواة ونفصلها البروتونات والنوترونات. إذا تعرف يقول لي هي الطاقة التي يجب إعطاؤها لنواة في حالة سكون تكون واقفة لفصل نوياتها وتبقى في حالة سكون. لاحظوا معايا الصورة، هذه مثلا خدينا نواة الهيليوم، شحال فيها من بروتون ونوترون؟ فيها جوج بروتونات وجوج نوترونات. اش كتعني لي طاقة الربط؟ طاقة الربط هي الطاقة اللي خصني نعطيها لهاد النواة هذه ونفصلها البروتونات والنوترونات، يعني نقسمها البروتونات ونوترونات، يعني غيوليو البروتونات والنوترونات مفارقين بعضياتهم. من طبيعة الحال كانت في السكون وبقات في السكون. لاحظوا معايا الآن ملي عطيناها الطاقة وقعت واحد الظاهرة معينة. شنو هي الظاهرة؟ الظاهرة اللي وقعت أنني ملي عطيتها الطاقة بحال إلا الكتلة تزادت، يعني النواة قبل ما عطيتها الطاقة، ملي من بعد ما عطيتها الطاقة الكتلة ديال البروتونات والنوترونات ملي تفرقوا تزادت الكتلة ديالهم. هذا هو الميزان، كيقول لي بأن هذه الكتلة هذه راه تقل من هذه الكتلة هذه. يعني أنا ملي عطيت الطاقة بحال إلا تفرقوا البروتونات والنوترونات وتزادت الكتلة ديالهم. كيفاش كنفسروا هذه المساله؟ بحال الا انا ملي كنعطي الطاقه للنواه بحال الا ديك الطاقه هي كتخزنها على شكل كتله، يعني ملي كتفرق النواه بحال الا كتخزن ديك الطاقه على شكل كتله، داكشي علاش الكتله ديال البروتونات والنوترونات تتزادوا. هاد الفرق ديال الكتلات بجوج، يعني النواه كانت مجموعه والنويات هما مفرقين، هذا هو الفرق بيناتهم، كنرمزوا ليه بدلتا ام، وهاد دلتا ام كنسموها النقص الكتلي. إذن هذا النقص الكتلي الآن عرفناه في الصورة أشنو كيمثل. الآن كيفاش نقدر نحسب النقص الكتلي؟ النقص الكتلي كنحسبه بهذه العلاقة، هذه هي دلتا ام كتساوي زد فوا ام بي زائد ان فوا ام ان ناقص ام فوا اكس ازد، يعني هو عدد البروتونات في كتلة بروتون واحد زائد عدد النوترونات في كتلة نوترون واحد ناقص كتلة النواة. بالنسبة لام بي و ام ان و ام هما هادو، كتلة ام بي هي كتلة بروتون، ام ان هي كتلة نوترون، او ام اكس ا زد هي كتلة النواة. هادو كاملين راه كيتعطاو في المعطيات، ما عمر ما شفنا شي امتحان ما فيهش هاد المعطيات، ديما كيتعطاونا هاد المعطيات. بقى لك دابا كيفاش تخرج زد و ان، هادو راه كنعرف نخرجهم. مثلا في هاد المثال شحال كتساوي زد؟ زد هو عدد البروتونات هما جوج، اذا غادي ندير جوج في ام بي، زائد ان هو عدد النوترونات، شحال عندي من نوترون هنايا؟ عندي جوج، اذا غتكون هي جوج فوا ام ان، وقلنا هادو راه كيتعطاوني في التمارين. اذا هاد في هذا الدرس هذا تقريبا بحال كنطبق العلاقه مباشره، نكون حافظ العلاقه نطبقها مباشره. بالنسبه لدلتا ام شنو هي الوحده ديالها؟ الان كنخدموا باو اللي هي وحده الكتله الذريه، قلنا كنساوي هاد الكيلوغرام والجول تنخدموا باو والميف. دابا غنشوفوا ثمانية الطبخ كيفاش نطبقوا هادشي. الان من بعد ما حسب النقص الكتلي، فاش غادي يفيدنا النقص الكتلي؟ النقص الكتلي هو اللي غادي يفيدني باش نحسب طاقه الربط. طاقه الربط كنرمزوا ليها بال وكنحسبوا بهذه العلاقه، ال كتساوي دلتا ام فوا سي كار، تقريبا بحال العلاقه السابقه، بحال الا زدنا غير في بلاصه ام زدنا لها دلتا. اذا هاد او ال كنا كنسميوها طاقه الربط، ردوا البال هذه طاقه الربط لنواه، نسطر على هذا المصطلح لنواه، حيت غادي تجي واحد الطاقه اخرى كتسمى طاقه الربط لنويه. هذه طاقه الربط لنواه قلنا هي الطاقه التي يجب اعطاؤها لنواه في حاله سكون لفصل نوياتها وتبقى في حاله سكون. اذا هذه طاقه الربط دلتا ام، قلنا شنو سميناها؟ النقص الكتلي، وها العلاقه باش كنحسب النقص الكتلي. هاد او ال خصها تكون بالميف، يعني ميجا الكترون فولت. اذا في التمارين الى طلبوا مني احسب طاقه الربط اش غندير؟ غادي نمشي اول حاجه نحسب دلتا ام، غادي تخرج ليا باش من وحده غادي تخرج ليا باو، وغنستعمل هاد العلاقه اللي الفوق ديال 931 سي، راه ما غنعوضهاش حيت ما كتعطاكش كاع في المعطيات، يعني غتختزل بها، وفي الاخر غتخرج ليك او بالميف مباشره. نمروا الان لواحد عنوان اخر اللي هو طاقه ربط بالنسبه للنويه. لاحظوا معايا راه هادو كيتشابهوا هاد العناوين، هادي راه طاقه ربط للنواه حيت هي الطاقه اللي خصني نعطي النواه كامله. دابا اش نقصد طاقه ربط للنويه؟ فرضا هاد النواه هادي عطيتها 20 ميجا الكترون فولت، وكنطرح دابا السؤال هذيك 20 غادي تقسم على هاد النويات هادو باربعه بهم. سؤال، كل نويه شحال غيجيها في النصيب ديالها ديال الطاقه؟ انا عطيتهم 20 وهما بهم شحال؟ بهم 4. اذا كل وحده شحال غيجيها في النصيب ديالها؟ غادي نديرها 20 مقسومه على 40 غادي تجيني 5، كل وحده غتجيها 5 ميجا الكترون فولت في النصيب ديالها.
إذن هذه خمسة هي اللي كتمثل الآن طاقة ضرب لنوايا، هي الطاقة اللي كتاخد كل نوايا. لاحظوا معايا كيفاش لقيتها. هاد ربعة شنو كتمثل في الواقع؟ ربعة هي داك العدد اللي تيكون فوق اللي كيمثل لي أ. إذا إلا بغيت نلقى طاقة ضرب لنوايا كيفاش نحسبها؟ غادي ناخد أو إل وكنقسمها على أ بالعلاقة التالية اللي هي هذه، تندير أو إل مقسومة على أ. طاقة ضرب بالنسبة لنوايا كنرمزو ليها بهذا الرمز هذا اللي كيتقرا كسي، يعني طاقة ضرب النواة ديال هاد النواة هادي كيساوي هي طاقة ضرب النواة مقسومة على أ. بالنسبة لأو إل قلنا راها بالميف، وبالنسبة لهاد كسي هادي راه كتكون بالميف على نيوكليون. هاكا كتكتب الوحدة، يعني هي الطاقة لكل نواة. نيوكليون كتعني نواة، نذكر راه النواة كتعني ليا بروتون ولا نوترون. إذا سهلة باش نحسب طاقة ضرب النواة. الآن فين كتفيدني هاد طاقة ضرب النواة؟ كتفيدني هادي باش نعرف واحد النواة واش هي مستقرة ولا ماشي مستقرة. كتقولي القاعدة، كلما كانت طاقة ضربت لي بالنسبة لنواية كبيرة كلما كانت النواة أكثر استقرارا. يعني النواة كل ما تكون عندها هاد كسي هادي كبيرة كل ما كتكون أكثر استقرارا. في التمارين وفي الامتحانات الوطنية كيعطيوني مثلا جوج ديال يعني نويدتين ولا نواتين، وتيقولي شكون فيهم اللي هما أكثر استقرارا. غادي تحسب ليهم هاد كسي هادي، واللي عندها أكبر طاقة ضرب بالنسبة لنواية هي اللي كتكون اكثر استقرارا. نمروا الان تمرين تطبيقي باش نعرفوا ونطبقوا العلاقات. تمرين تطبيقي رقم 1، الامتحان الوطني 2012، الدوره العاديه علوم فيزيائيه، دراسه نواه الاورانيوم U238-92. قالوا لي في السؤال الاول اعطي تركيب نواه الاورانيوم 238. السؤال الثاني احسب طاقه ضرب بالنسبه لنواية اللي هي U238-92، ثم تحقق أن نواة الرصاص أكثر استقرارا من نواة الأورانيوم. أعطاني 5 ديال المعطيات هنا. إذا باش نجاوب على التمرين، ديما خصني نكون حافظ العلاقات، وبطبيعة الحال هذا الدرس هذا خصوصا راه غير تطبيق مباشر للعلاقة، يعني بحالة غير تنكتب العلاقة اللي كنكون حافظها وتنعوض مباشرة. إذا نمروا الجواب. السؤال الاول اش يقول لي؟ اعطي تركيب نواه الاورانيوم. الا كنا تنتذكروا تركيب نواه الاورانيوم يعني خصني نحدد عدد البروتونات وعدد النوترونات. كيفاش كنت كنحدد عدد البروتونات؟ عدد البروتونات هو العدد اللي تيكون تحتاني اللي هو 92. اذا غادي نقول نواه الاورانيوم تحتوي على 92 بروتون. كيفاش كنت كنلقى عدد النوترونات؟ تدير 238 ناقص 92. اذا غادي نجاوب، تتكون نواه الاورانيوم 238 من 92 بروتون و 238 ناقص 92 اللي هي 146 نوترون. كنظن بان السؤال الاول سهل. السؤال رقم 2، بغينا نحسبوا الان طاقه ضرب بالنسبه لنويه. راه قلت شرط لهذه المساله سابقا، نرد البال كاين جوج مصطلحات تيتشابهوا. كاينه طاقه ضرب بالنسبه لنواه للنواه كامله، وكاينه طاقه ضرب بالنسبه لنويه. ديك لنويه كنت كنقسم او ال على ا. إذا إلا بغيت نحسب طاقة ضرب لنواة خاصني أول حاجة نمشي نحسب طاقة ضرب لنواة اللي هي هاد. نعلم أن أو إل كتساوي دلتا إم فواس سي كار. خاصني نمشي نحسب أول شيء أو إل اللي هي طاقة ضرب لنواة ماشي لنواة. وإلا بغيت ديال لنواة كناخد هاد أو إل كنقسمها على أ وكنلقى ديال النواة. إذا نمشي نحسب أول شيء طاقة ضرب لنواة. ومشكل عاوتاني آخر في طاقة ضرب لنواة، كاين عندي هنايا ما يسمى بالنقص الكتلي. خاصني نمشي نحسبو. نمشي نحسب اول حاجه النقص الكتلي. نحسب اولا النقص الكتلي. اولا حافظين العلاقه ديالو شنو هي؟ دلتا ام هي زد في ام بي زائد ان في ام ان ناقص ان في الكتله ديال نواه الاورانيوم. من الاحسن نبقى نستعمل الرموز اللي عطاني في التمرين. هذه نواه الاورانيوم هي اللي بغيت نحسب لها النقص الكتلي. اذا ثلاثه المعطيات معروفين هنا. شنو هما المعطيات؟ معروفه ام بي، ها هي عطاوها لي في التمرين. معروفه ام ان، ها هي كاينه في التمرين. الكتله ديال النواه عطاوها ليا، ها هي في الاعلى كتله نواه الاورانيوم اللي هي 238. زيد شنو هي زيد؟ زيد راه هي اللي حددت في السؤال السابق. زيد راه هي 92. وشنو هي ان؟ ان راه هي 146. يعني كل شيء معروف عندي، بقى لي ندير التطبيق العددي مباشره. نعوض الان، غادي نديرو التطبيق العددي. غنعوض زيد، غنعوضها ب 92. ام بي هي 1.00728، ان هي شحال؟ 146. والاخرى غادي ام ان هي 1.00866. وعندنا الكتلة ديال النواة اللي هي 238 ناقص 3 الأصفار 31. نرد البال راه كاين هنا ناقص، كاين عندنا هنا ناقص. غادي نحسب هذه بكالكولاتريس. ومنين نحسب باش خص تخرج لي الوحدة؟
لاحظوا هذا باش عطاوني هاد الكتل هادو كاملين بأو، يعني واحد الكتلة الدارية يعني خص تخرج لي ديال الطائم بأو. غادي نحسب كالكوليتريس، غادي نلقى واحد فاصلة 93381 وندير الوحدة اللي هي أو، وحدة الكتلة الدارية. مزيان، لاحظ واحد المسألة بأن هاد أو هادي راه ممكن ملي غنبغي نعوض دلتا إم هنايا خاص هاد أو إل تخرج ليا بالميم مباشرة. إذا كنا كنتذكرو باش تخرج ليا بالميم مباشرة، هاد أو هادي غادي نضرب، يعني هادشي اللي لقيت أنا غنضربو في 931.5. إذا غادي نعوض أو غادي نضربها في 931.5، غادي تعطيني هي هاد العدد مضروبة في 931.5. ولاحظوا الوحدة اللي كتبت هنايا ماف مضروبة في سي أس ناقص اتنان، حيت هي الوحدة اللي عطاوني هنا. بحال إلا حيدت أو ودرت بلاصة طاء هاد العدد هذا كامل. إذا غادي نحسب هادي بالكالكوليتريس، غادي تعطينا هاد الرقم هذا والوحدة اللي هي ماف في سي أس ناقص اتنان. دابا أنا دابا كنحسب دلتا إم، غادي ناخد هاد دلتا إم غادي نعوضها في هاد العلاقة هادي باش نحسب أو إل. إذا أش غنلقى؟ هاني عوضت الآن دلتا إم وضربت في سي أس اتنان، ولاحظوا بأن سي أس اتنان مع سي أس ناقص اتنان غادي تختزل وغتبقى ليا أو إل مباشرة. إذا لاحظوا الأهمية ديال هاد العلاقة، العلاقة مهمة حيت كتحول ليا من الكتلة الطاقة بالميف مباشرة. إذا فيما تبغيو تحسبوا مثلا في الامتحان الوطني، هاد دلتا إم داكشي اللي خرج لكم في دلتا إم ضربوه في 931.5 وغتخرج لكم أو إي بالميف مباشرة. إذا غادي ندير الحساب ديالي، غادي نلقى بأن أو إل هي هاد العدد هذا اللي هو بالميف. إشارة أخرى، لاحظوا معايا الأرقام اللي كناخذ مورا الفصيلة في التمارين. جميع الأرقام اللي تعطاكم في المعطيات تقريبا كاينين 5 ديال الأرقام مورا الفصيلة. إذا حتى النتائج اللي تيخرجوا لكم خاصكم تعطيهم 5 ديال الأرقام مورا الفصيلة. ديما العدد ديال الأرقام اللي كاين في التمرين مورا الفصيلة هو اللي خصك تعطي في النتائج. واخا هنا خديت 6 ديال الأرقام حيت خرجت لي تقريبا هذه مضبوطة، داكشي علاش خديت 6 ديال الأرقام، ماشي مشكل. الان من بعد ما حسبنا او ال غادي نمروا الان باش نحسبوا طاقه الربط لنويه. انا حسب دابا طاقه الربط لنواه، خاصني دابا طاقه الربط لنويه حيت هي اللي طلبوا مني. اذا خصني ندير هادو ال غادي نقسم على ا. نعلم انه من هو طاقه الربط لنويه هي اش، هي هاد كسي ديال هاد النواه هادي كيساوي او ال على ا. هي شحال عندي في التمرين؟ هي العدد اللي تيكون فوق اللي هو 238. اذا غادي نعوض ال هي عندي ونقسم على ا، غادي نلقى يعني 1801. داك العدد مقسم على 238 اللي قلنا هو ار. غنحسبها في الكالكوليتريس، ولا كنا كنتذكروا باش خص تخرج لي هذه باش من وحده ماف بار نيكليون، وغادي نلقى 7.57 ماف بار نيكليون. قالوا لي واحد السؤال، انا يعني دابا جاوبت على الشق الاول ديال السؤال. الشق الثاني قال لك تحقق ان نواه الرصاص اكثر استقرارا من نواه. الا كنا كنتذكروا باش نعرف شكون هي اكثر استقرارا، كنقار هاد الطاقه الضرب بالنسبه لنويه، كنشوف شكون اللي فيهم كبيرة. لدينا طاقة الضرب بالنسبة لنواة الرصاص هي شحال، هي عطاو ليا في التمرين 7.87. ديما هادي غالبا تعطاو لكم في التمارين، وقارنوا ليا دابا هادو. إلا قارنا هاد جوج شكون اللي فيهم اللي كبير، تلاحظ بأن هادي ديال الرصاص هي اللي كبيرة من ديال اليورانيوم. نلاحظ أن طاقة الضرب ديال النواية ديال الأورانيوم أصغر من طاقة الضرب ديال النواية ديال الرصاص. إذا شكون اللي غتكون أكثر استقرار اللي عندها كسيل كبيرة اللي هي الرصاص. إذا غادي نقولوا بأن النواة ديال الرصاص هي أكثر استقرارا من نواة ديال اليورانيوم. وصلنا لثالثا، الطاقة المحررة من طرف تفاعل نووي. شفنا التفاعلات النووية اللي هما 3 الفا بيتا موان بيتا بلس. دابا غادي نعرفوا بان كل تفاعل تحرر لي الطاقة، وحنا الهدف ديالنا في هذه الفقرة هو نحسبوا الطاقة المحررة من طرف التفاعل. شنو هي العلاقة باش نحسب الطاقة المحررة؟ هي هذه دلتا او كتساوي دلتا ام فوا سي كاري، تقريبا كتشبه العلاقه السابقه ولكن كاين اختلاف كبير بيناتهم. فعلا دلتا او هي اللي كنسميوها الطاقه المحرره، واللي غتكون الوحده ديالها هي الماف. دلتا اي ماشنو سميناها؟ سميناها النقص الكتلي، ولكن نرد البال في الفقره السابقه النقص الكتلي ديال النواه. دابا حنا ورينا تنتكلموا على تفاعل. دابا هذا النقص الكتلي هنا النقص الكتلي الناتج عن التفاعل، يعني النقص الكتلي الناتج عن تحول المتفاعلات الى نواتج. كيفاش كنحسب هذا النقص الكتلي في هذه الحاله؟ تندير كتلة مجموع كتل النواتج كنقص منه مجموع كتل المتفاعلات. إذا الله يرضي عليكم نفرقوا ما بين هاد جوج دلتا إم. كاينة دلتا إم في طاقة الربط اللي هي النقص الكتلي ديال النواة، وهذا النقص الكتلي ديال التفاعل، هي مجموع كتل النواتج ناقص مجموع كتل المتفاعلات. كاينة علاقة أخرى باش نحسبو يعني الطاقة المحررة، هي هذه.
تندير طاقة الربط ديال المتفاعلات ناقص طاقة الربط ديال النواتج. كنعرف بأن في المتفاعلات والنواتج غادي يكونوا عندنا نواة، كل نواة تكون عندها طاقة ربط، إذا تندير طاقة ربط المتفاعلات ناقص طاقة ربط ديال النواتج. غير واحد القاعدة مهمة، أن الإلكترون والبوزيترون راه ما عندهمش طاقة ربط، يعني ما كندخلوهاش في الحساب. طاقة ربط ديال الإلكترون والبوزيترون ما كتدخلش. غالبا ملي كنحسب هاد دلتا او راه كتخرج ليا سالبه، ديما كتخرج لي دلتا او سالبه حيت محرره، وهما كيطلبوا مني نحسب واحد دي او لي بيغي بحال هكا. تيطلبوا مني نحسب او لي بيغي اللي هي الطاقه المحرره، الترجمه ديالها اشنو تندير انا. او لي بيغي ديما كتكون موجبه، هاد او لي بيغي يكفي ان هذه تخرج لي سالبه، كندير القيمه المطلقه باش نحسب الطاقه المحرره. اذا تنحسب دلتا او كتخرج لي سالبه، الا بغيت او لي بيغي كندير القيمه المطلقه. ناخذ مثال، مثلا بالنسبه للتحول النووي اللي هو هذا، الكوبالت كيتحول نيكل مع انبعاث اللي هي دقيقه اللي هي الكترون، هذا نشاط اشعاعي اللي هو بيتا موان. بغيت نحسب ليه الطاقه المحرره، اش غادي ندير؟ قلنا الطاقه المحرره هي اش؟ هي دلتا ام فوس سي كار. شنو هي دلتا ام؟ مجموع كتل النواتج ناقص مجموع كتل المتفاعلات. فين هما المتفاعلات؟ هما الكوبالت. النواتج هما النيكل زائد مع الالكترون. اذا غادي ندير هي كتله النيكل زائد كتله الالكترون، غنقص منها كتله الكوبالت. إذا تعطينا دلتا او هي كتلة النيكل زائد كتلة الإلكترون، هما النواتج، غنقسم منهم كتلة المتفاعلات اللي هي الكوبالت، وما ننساش نضرب السي و السي اثنان، حيت هذه كاملة راها نقص كتالي. إذا بغيت نستعمل هذه العلاقة هذه اش غادي نلقى؟ في هذه الحالة ما غاديش ندخل الإلكترون حيت ما عندوش طاقة الربط. إذا اش غادي ندير؟ هو طاقة الربط المتفاعلات هي طاقة الربط ديال الكوبالت، غنقص منها طاقة الربط ديال النيكل، وغنلقى دلتا او هي طاقة الربط ديال الكوبالت ناقص طاقة الربط ديال النيكل. حتى هاد العلاقات هادو راه تطبيقات مباشره، كلشي كيتعطاك في المعطيات، يكفي انك غير تكتب العلاقه بطريقه صحيحه ودير التطبيق عادي. اخر فقره في الدرس اللي هي مخطط الطاقه لتفاعل النووي. في هاد المخطط هذا غادي نجمعوا كلشي داكشي اللي قريناه، جميع الطاقات اللي قريناهم. شنو هاد المخطط؟ هو عباره عن محور فيه طاقه، طاقه بالميف، ولكن اش من طاقه؟ طاقه هي طاقه الكتله اللي شفنا في الاول ديال الدرس. اذا هاد المحور هذا مدرج بطاقه الكتله. مثلا نديرو حنا مخطط الطاقه ديال التفاعل. في الاول هاد النواه هادي ديال الكوبالت غتكون عندها واحد طاقه الكتله اللي هي مثلا 550890، كاينه في هذا المستوى عندها طاقه الكتله. الا جيت هاد يعني هاد نواه الكوبالت وعطيتها طاقه الربط، كنتفكروا اش كدير طاقه الربط؟ طاقه الربط كتفكك ليا النواه. اذا هاد طاقه الربط غتفكك ليا هاد النواه هادي، لاحظوا غتفككها ليا 27 بروتون و33 نوترون، حيت هما هادو المكونات ديال هاد الكوبالت. غتفكك ليا نواة 27 بروتون و 33 نوترون. هاد 27 و 33 نوترون غتكون عندهم واحد طاقة الكتلة اللي مثلا هي 55899. اشنو غادي ندير بهاد 27 بروتون و 33 نوترون؟ راه بهم غادي نصوب النواتج، بهم غادي نصوب جزء يعني نواة النيكل. دابا العكس، بغيت انا نطلق من البروتونات والنوترونات يعني مفرقين، وبغيت نصوب منهم نواة مجموعة، يعني غادي نعطي عكس طاقة الربط، يعني غادي نعطي ناقص او ال. او ال كتعني كنفرق النواة، ناقص كتعني كنجمع باش نصوب النواة. يعني الا عطيت يعني المقابل ديال طاقة الربط انطلاقا من البروتونات والنوترونات المفرقين، غادي نصوب نواة نيكل اللي هي مجموعة، وفي الاخر غادي نصوب نواة نيكل وغادي تحرر لي واحد الالكترون. مثلا هذه المجموعة هذه غادي تكون عندها طاقة الكتلة هي 55887، وما ننساش ديما الوحدة اللي هي الميف. إذن فين هي الطاقة المحررة في هذا المخطط هذا؟ الطاقة المحررة هي الطاقة اللي غتمكنني من المرور من المتفاعلات للنواتج، يعني باش نمر من الكوبالت للنواتج. إذن هذه هي الطاقة المحررة. السهم هذا كيعني ليا هذه هي الطاقة المحررة. في الامتحان الوطني اللي تعطاني هذا المخطط هذا، كيفاش غادي نقدر نستغله؟ راه منو نقدر نجبد بزاف ديال المعلومات. مثلا نقدر من هنا نجبد طاقة الربط ديال الكوبالت. كيف غادي ندير تجبدها؟ طاقة الربط ديال الكوبالت يكفي انني لاحظوا بان طاقه الربط ديال الكوبالت هي الفرق ديال جوج المستويين، هو هذا المستوى ناقص هذا المستوى. اذا بغيت او ال راه هي 55899، نقص منها 55890، الى حسبتها بالكالكولاتري ستعطينا 9 ميف. اذا لاحظوا مخطط الطاقه مهم، منو كنستخرج بزاف ديال المعطيات. ممكن عاوتاني من هنا نحسب الطاقه المحرره. كيفاش غادي ندير تنحسبها؟ لاحظوا هذه المره السهم فين غادي، يعني غادي ندير هذه ناقص هذه، الحالة النهائية ناقص الحالة البدئية، يعني غادي ندير 55887 غنقص منها 55890، هذه الطاقة المحررة. إلا حسبتها غتعطيني سالبة
دلتا او تعطيني ناقص 3 ميف. راه قلتها لكم في الاول ديما دلتا او تخرج لي سالبه. دابا الا طلبوا مني اولي بي اش غادي ندير؟ غندير هذه القيمه المطلقه اللي غتعطيني 3 ميف. نمروا للتمرين التطبيقي باش نطبقوا العلاقات. التمرين التطبيقي رقم 2 الامتحان الوطني 2019 يعني ديال السنه السابقه الدوره العاديه اس في تي. لاحظوا راه ديما كيعطيوني بزاف ديال المعطيات في التمرين. نبداو بالسؤال الاول. قال لك انقل الى ورقه تحليلك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح. قال لك مكونات نواه الكلور هي، غادي نشوف شكون اللي صحيح هنايا في مكونات نواه الكلور. ثانيا حدد معلل جوابك النواه الاكثر استقرارا من بين هادو الى عقلتو راه كنا كنسميوهم نظائر. ثلاثة الكلور 36 اشعاع النشاط ويعطي خلاله نواه الارغون. 3-1 اكتب معادلة تفتت نواة الكلور 36 وتعرف على طراز هذا التفتت. اخر سؤال 3-2 احسب بالوحدة ميف الطاقة المحررة اولي بغي خلال تفتت نواة الكلور 36. الجواب السؤال الاول اعطاني اسئلة متعددة الاختيارات، وكنظن بان السؤال رسال المكونات ديال الكلور 35-17. غادي نمشي نجاوب قبل ما نشوف كاع يعني الاختيارات، نجاوب بعدا. هذا السؤال سهل، شنو هما المكونات ديال الكلور؟ عنده غيكون عنده 17 بروتون وشحال من نوترون؟ رد البال عدد النوترونات راه تندير 35 ناقص 17 هي اللي غتعطيني 18. اذا شكون غيكون الجواب الصحيح؟ هو هذا السي 17 بروتون و18 نوترون. اذا غادي يكون هذا هو الجواب الصحيح، هو الجواب السي. غادي نجاوب مباشره بهذه الطريقه هذه، الجواب هو السي حيت هادشي اللي قالوا لي في السؤال. انقل الى ورقه تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح. ثانيا حدد معلل جوابك النواه الاكثر استقرارا من بين. ديما ملي كنقرا السؤال كنربطو بالفقره اللي عندي في الدرس. النواه فين شفنا النواه الاكثر استقرارا والاستقرار ديال النواه؟ شفناها في الا كنا كنتذكروا في طاقه الرب بالنسبه لنويه. كنت كنقارن طاقه الرب بالنسبه لنويه اللي عندها اكبر طاقه الرب هي اللي تنكونوا تنقول بان اكثر استقرارا. لاحظوا في المعطيات اعطاوني هادو هما النظائر بثلاثه بيوم، يعني هاد النواه اللي عطاني هنا، وعطاني طاقه الرب بالنسبه لنويه ديال كل وحده فيهم. فرضا كاع ما عطانيش طاقة الربط بالنسبة لنوية، غيعطيك طاقة الربط وحسب ديك الساعة طاقة الربط لنوية. المهم غادي نقارن هاد الأرقام هادو ونرتبهم ونشوف شكون هو الكبير فيهم، يعني شكون اللي عنده أكبر طاقة الربط بالنسبة لنوية. لدينا هذا هو الترتيب، عندنا الكلور 35-17 تابعو الكلور 36-17 تابعو الكلور 35-17. إذا كنلاحظ بأن الكلور 37-17 هو اللي عنده اكبر طاقه طرد بالنسبه لنويه، ها هي 8.5680 اللي كبر من هادو كاملين. اذا شنو هو الاستنتاج مباشره؟ اذا الكلور 37-17 هو اللي هي النواه اللي غادي تكون اكثر استقرارا. اذا نواه الكلور 37-17 هي الاكثر استقرارا. هذا السؤال هذا راه فايت لينا درناه. نمروا دابا ثالثا، بغينا نكتبوا دابا معادله تفتت نواه الكلور. فهاد السؤال هذا راه فايت لينا درناه. ديما ملي كنبغي نكتب معادله التفتت تنكتبها بعدا، تنحدد فين هي النواه المشعه والنواه المتوالده، وعاد ديك الساعه الا ما معرفش الطراز انا كنحددو. اذا كنقول معادله التفتت تكتب على شكل فين هي النواه يعني الاصليه، هي هذه الارغون تحولت نواه الكلور، ولا عفوا الكلور اللي تحول نواه الارغون، حيت قال لك اكتب معادله تفتت الكلور. الكلور 36-17 تحول الارغون بالاضافه للدقيقه اللي ما معروفاش اللي حنا خصنا نقلبوا عليها. ديما مناش كنطلق تنطلق من قوانين صودي حسب قوانين صودي لدينا. اش يقول لي القانون ديال اول صودي؟ تيقول لك 36 خص تساوي 36 زائد ا، ومن هنا غادي نجبد ا غنحول 36 عند 36 غتولي 36 ناقص 36 غتعطيني 0. الثانيه 17 خصها تساوي 18 زائد زد، 17 تساوي 18 زائد زد، يعني اش غتولي زد؟ هي 18 اللي خصني نحول عند 17 غتولي 17 ناقص 18. نرد البال هذه هي شحال تعطيني؟ ناقص 1. اذا في الاخر اش غنلقى؟ نلقى ا كتساوي 0 وزيد غنلقى ناقص 1. اذا شكون هي الدقيقه المنبعثه اللي عندها 0 ناقص 1؟ هي الكترون. اذا الدقيقه المنبعثه هي الكترون او 0 ناقص 1. ومننا غنسنج طراز التفاعل يعني نوع التفاعل نوع التفتت غيكون بيتا موان، وبالتالي طراز النشاط الاشعاعي هو بيتا موان. اخر سؤال بغينا الطاقه المحرره. الطاقه المحرره خاصني نكتب اول شيء العلاقه قبل ما غير نشوف السؤال نكتب العلاقه. نعلم ان دلتا او كتساوي دلتا ام في السيكار. علاش اختاريت بالضبط هذه العلاقه؟ راه كاينه علاقه اخرى اللي فيها طاقه الربط، ولكن هنا راه ما عطانيش طاقه الربط ديال من
ديال هادو اللي كاينين في هذه المعادله. ديما نبقى نشوف المعطيات شنو تعطاني، لاحظ معايا شنو تعطاك، تعطاني في الفوق الى شفت هذه المعادله. شوف عندنا الكلور، عندنا الارغون، وعندنا الدقيقه المنبعثه الالكترون، ها هما عطاوني الفوق وعطاني الكتل، يعني غادي نعرف بانني غادي نخدم بالعلاقه الاولى. راه كاين واحد الامتحان الوطني نفس عطاو معادله، ولكن هذه المره عطاوهم طاقه، يعني طاقه الربط، يعني غادي نخدم بالعلاقه الثانيه اللي هي طاقه الربط ديال المتفاعلات ناقص طاقه الربط ديال النواتج. اذا نعقلوا الا كنا ودلتا ام شنو قلنا عليها، هي مجموع كتل المتفاعل النواتج ناقص المتفاعلات. اذا غادي تعطينا هي دلتا، هي النواتج يعني ديال الارغون زائد ديال الالكترون غنقسم منها ديال الكلور ونضرب في السي او ستيتمان. لاحظوا راه كلشي تعطاني الان، غتعطاتني الكتله ديال الكلور الارغون، وتعطاتني الكتله ديال الالكترون وديال الكلور، هما راه معطيين. صافي غادي نعوض مباشره، كل وحده غنعوضها بالقيمه ديالها. والسكري راه ما معطيهش لي في المعطيات، ما غاديش نعوضها. علاش؟ حيت من بعد غادي ندير داك التحويل اللي قلت لكم سابقا، ها هو عطاه لي هنايا ديال 931 وغادي تختزل السي. غنحسب هذه بالكالكوليتري شحال غتعطيني، غتعطيني ناقص، نرد لبرا ديما تخرج ليا دلتا او سالبه، وندير وحده اللي هي اي. مازال ما عوضتش، مازال ما عوضتش اي، باش غادي نعوضها ب 931.5. اذا هذه القيمه غادي نضربها مباشره في 931.5 غتخرج لي دلتا او بالميف. هيا ضربتها في 931.5 غتعطينا في الاخير دلتا او هي ناقص 0.203 ميف. اذا بصفه عامه كتحسب دلتا ام، كتشوف شحال خرجت لك وكتضربها في 931.5 باش تلقى دلتا او بالميف. ولكن طلبوا مني او ليبيغي، نذكروا الا بغيت او ليبيغي، او ليبيغي كندير القيمة المطلقة، غادي نلقى في الاخر هي 0.203 ميف. اذا سال الدرس ديالنا ديال اليوم ديال النواة الكتلة والطاقة. راه باقي واحد الفيديو للناس ديال علوم فيزيائية ديال الانشطار والاندماج، انا غادي نصافون صيفط في امان الله.